الحكومة العراقية المطلوبة كومة فلوس تريد تنطي دين للمواطن العراقي بعد مرور 14 سنة. فكر البرلمان ولله الحمد أن يفكون تشيسهم اللي بيه 20 عقدة، يمكن تشيس بيبيتي أرحم من تشيسهم. وأخيرا وبعد ما تمرمط المواطن الشاب والخريج تبهذل بتقديم معاملات التعيين بعد إيقافها من عدة وزارات واستثناء الداخلية والدفاع والصحة، وأخيرا قرر البرلمان مناقشة مشروع قرار دعم صندوق الشباب، حيث أعلن عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية حيدر المولى عن إدراج مشروع قانون صندوق دعم الشباب الخريجين على جدول أعمال جلسة البارحة، فيما أشار إلى أن القانون راح يمنح مبالغ مالية شهرية للخريجين والعاطلين عن العمل. بعد تقديم مشروع قانون صندوق دعم الشباب الخريجين إلى رئاسة مجلس النواب في آب 2015، يعني صار لسنتين مختمر القانون وليه هسه ما قرروه. صندوق دعم الشباب الخريجين يهدف إلى توفير مبالغ مالية بقيمة 250 ألف دينار، يعني ورقتين، وتوزيعها شهريا للشباب والعاطلين عن العمل لحين تعيينهم. بعدها راح تسترد على شكل أقساط بنسبة مئوية بسيطة من راتب الخريج بعد تعيينه في دوائر ومؤسسات الدولة أو بالقطاع الخاص، وهيجي يصير الشعب مديون للحكومة والبرلمان خلف الله عليهم. تالي الشعب اللي قدم تضحيات وانهجم بيته وفقد أولاده وعزازه يصير مديون للحكومة. هاي السالفة اللي توجه إلها البرلمان عبارة عن دعاية انتخابية ومحاولة للفت الانتباه على أنهم قلبهم على الشباب محروق خطية ويردون يقنعوهم، والنوب راح الفلوس اللي تتخصص لهذا المشروع هم تنباق حالها حال المليارات السابقة. ويمكن العراق أول بلد بالعالم مطلوب كومة فلوس ينطي الشعب دين، يعني مديون ينطي المديون فلوس واثنينهم مفلسين وانت عاد حل الرباط. وراح تشكل لجان، وهاي اللجان راح تمشي بالواسطة، والواسطة يراد لها واسطة يلا تمشي معاملتك. أما المسؤولين فأبدوا تفاؤلهم وقالوا إحنا من عندنا راح نتبرع وننطي للشباب وندعم صندوق دعم الشباب. أنا لا أملك بيتا ولازلت أبحث عن القرض وأركض وراء القرض حالي حال الآخر. إلى هذا اليوم كذلك سويت بعض الأوراق كانت ناقصة يكون حتى حصل على القرض، لأنه عندي قرض ما قاعد يكفي، ما قاعد يسدد وغالي علي، أريد أخذ قرض حتى أبدأ وأبحث عن هذا الوضع. كل الرواتب التي أخذتها من الحكومة العراقية ومن مجلس النواب لم أصرف ولا فلس على نفسي، إنما صرفتها على فقراء بغداد. عندي سيارة واحدة مشرقعة، السيارة المصفحة اللي هي مال الحكومة العراقية، وإن شاء الله أرجع لهم إياه. ممكن أصدق أنه عباس البياتي وموفق الربيعي قاعدين إيجار خطية وما عندهم فلوس ومقدمين طلبات حتى يقترضون من الدولة، بس ما أصدق أنه البرلمان يقر هذا القانون ويقدم فلوس للشباب بقصد مساعدتهم مدى تخش عقلي. ومع ذلك الشباب انتظروا هذا القرار وبفارغ الصبر وترقبوا، ومن حق الشباب يفرحون لهذا المشروع، المفروض يرقصون من الفرح. الدولة لأول مرة تفكر بالشباب وتريد تنطيهم فلوس وبالدين، لا وبالتقسيط المريح و10% عن كل راتب. لا 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 لا، مدى أصدق. خلينا نشوف ترقب الشباب وانتظار الشارع العراقي لحظة إعلان مشروع القراءة الأولى لقانون دعم صندوق الشباب وإقراضهم 250 ألف دينار. لجنة الشباب والرياضة طرح مشروع صندوق الشباب للخريجين العاطلين عن العمل، وتقديم راتب شهري 250 ألف دينار لكل شاب، وكذلك فتح باب القرض أو إقراض الشباب في المشاريع الصغيرة. تقديم راتب شهري 250 ألف دينار لكل شاب. تقديم راتب شهري 250 ألف دينار لكل شاب.
احنا احنا بعزة فرحة والله، بعزة فرحة والله والله ما فرحانين ابو الحسين، الا فرحانين خطولي تقديم راتب شهري 250,000 دينار لكل شاب، وكذلك فتح باب القرض او اقراض الشباب في المشاريع الصغيرة. العراق كله راح. شو وقت يرجع العراق؟ وقف التصوير الشباب. تقديم راتب شهري 250,000 دينار لكل شاب. إذا هاي بالقراءة الأولى هيش تأثرتوا، لعد بالقراءة الثانية إيش راح تسوون؟ صدق شخبار خالد العطية؟ هم راح ينشمل بهاي الفلوس؟ خاف ما كفت الست مليارات اللي خصصها الـ 478 موظف اللي راحوا إيفاد للحاج.